أقام أحد المعمرين الفرنسيين المسمى برونال في صنع الحدادة، وبعد مدة من الزمن تزوج زيروت من أحد فتيات القرية من عائلته. في هذا المنزل تزوج زيروت يوسف وبدأ حياته الثانية كزوج وكأب. الحاجة هذا الليفرت فامين تاعك انت والمرحوم شهيد زيروت يوسف. نعم ايه ساعني حاجة طريفة عايشة. نعم انت زدتي في عام 1925 وشهيد زيروت يوسف زاد في عام 1921. نعم تزوجتوا نهار 18 أوت 42. ايه تتذكريش كيفاش يعني شكون اللي جا خطبك باش خديتي شهيد زيروت يوسف؟ هو ولا يماه ولا بابا؟ امو اللي خطبتني، ما عندوش بابا هو. ايوه شحال قعدتوا مخطوبين؟ 4 سنين. ومن بعد تزوجتوا؟ اي كي تزوجتوا كانت هذاك النهار كانت الدنيا سخانه، البرد في اوت كانت الدنيا سخونه. سخونه كيفاش رفدوك نهار زواجك؟ تذكري؟ رفدوني على البغل. ايوه كيف انت عبد الكريم مو هاد القعاده نتاعنا انت وكاع الزوايل حاجاك. ايوه ومن بعد كيفاش كان في داره؟ كان يعني عاقل وكان يزعف؟ كان كان قبيح. كيفاش ترى؟ قال لي ما نهضرش خاص مع غير بالقزره قدنا نخافوا منه. وفي الليل كيفاش كان يعقب الوقت نتاعو؟ يقرا بزاف قلتي؟ يقرا ما يرقدش خلاص في الليل. ايوه يبات يقرا، كان ما عندناش لا ضو ولا بالشمعه، برك حط الشمعه ويبات يقرا حتى انا ساعتين ثلاثه يرقد بعد شويه والنهار يطلع. ايوه واش كيفاش النهار اللي جبتوا الطفيله الاولى بنتكم اللي هي شمعة اللي زايده في عام 1948؟ جبنا ماتوا لي 4. ماتوا لك 4؟ 5 ماتوا لي وهذه 6. هذه اللي عشت فيهم؟ نعم. اللي زادت في عام 48 شام. ايه. ايوا وكي مات لكم ولد؟ هي ماتوا لنا 4 وماتت لي طفله. كيفاش مات لكم ولد في الكروشاج ولا مش عارف كيفاش حكم لي؟ ماتوا لنا ماشي من الخلعه مات لك ولد ولا؟ هذا الاخر كيما مات بابيه مات لي طفل مراد. جبتوا الطفله شمعة اللي عشت لكم طفله شمعة اللي زايده في عام 48 هذه اللي عشت. هذا اللي عشت. وشحال جبتي قبل شمعة؟ جبت 3 ماتوا. ايوه جبت شمعة وزادوا زوج من وراها، واحد خلقوا بابه في الحبس خلاني عندي 7 شهور 3 شهور وخلق، وزاد واحد في الثورة كيما مات فديلوش مراد. ديك النهار انا عليها 3 ايام اللي خلق سماه مراد. لم يشغله الزواج يوسف في مؤتمر وادي الصمام، هذا المؤتمر الذي حضره قادة الولايات والذي وضع الأسس المتينة لتنظيم الثورة. بعد اختتام المؤتمر عاد زيروت إلى الولاية الثانية، فجاء ليرى عائلته ويزور أقاربه كأنه كان على علم بالقضاء المحتوم الذي ينتظره. وفي سبتمبر 1956 توقف الزمن لحظات، امتلأت التربة بدماء جروح الشهيد ونزف الجرح كثيرا، وخيم على المكان صمت رهيب قاتل. حمل الجيش الفرنسي الجثة إلى بقعة عريضة في وسط البلدة ليرهب بها السكان وليظهر قدرته وتفوقه، والبطل جثة هامدة أصابعها على الزناد وشبح ابتسامة تملأ الوجه. آخر كلمة اللي سمعتها من شهيد زيروت يوسف واش؟ اخر مره اللي قابلك واش قال لك؟ واش ترى واش هاد الثوره هذه ما قريب السفر عليا مازال حتى انا. وكيف كيفاش حتى جاك الخبر اللي شهيد استشهد؟ نيش انا راحوا الدراري راحوا للسمندو في المولد مات، ما انا حنا نديروا في العشاء تاع المولد كي جا قالوا لنا هو مات، والجيش عندنا هذا أبو العرس ولد خالتي خرج لي عيط له قلت له صح زيوات مات خليها وما ماتش مي كذبوا برك حاشاك. ومن بعد كيف سمعتي اللي مات؟ بعد صار له 20 يوم قال لي أنا رايح لي دار الهين وبعد رد لك الخبر اللي كان مات ولا ما ماتش. ما لا راحوا 20 يوم كي جاو. ايوا ولا تغدى وخلص قلت له كيفاه مات ولا ولد خالتك؟ قال لي خطر ولد خالتي ولد خالته بعد قال لي هو داك اللي جابوه الاخر في غود.
الله.